بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف صحتكم؟ إن شاء الله بخير. أنا هلا حأعملكم كل شيء رأس مالية، سمعت طلبتوها من حمادة كذا مرة، حمادة نصوح، بس هلا أنا حورجيكم بعدين حسكر لما تكون ريدي. هذا البرغل نقعته لأني بنقعه كثير، البرغل بده يكون ناعم 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 كثير، كيلو وشوي برغل. اللهم صل على سيدنا محمد. وهذا الحبق، حبق وبصل، هذا هو ريحان قول اسمه، عنا باللبناني بالشامي اسمه حبق. هلأ أنا مقطفتهم وغسلتهم ومخلطة ثلاث بصلات لهي الكمية، اللهم صل على سيدنا محمد، ثلاث بصلات كبار وحبق حطتهم غسلتهم كلهم. هلأ بس افرمهم، بس بدي افرم برجع إن شاء الله لعندكم. وهي البصل المفروم هون، هذا اللحمة بس بلش، بس هلا عم اورجيكم، بس بلش بدي احط البهارات وافرم ان شاء الله برجع. بهارات على البصل بدي افرمه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد. هدول معالي صغار مشان تفوت بهيدي العلبة. هذا كمون، واحدة ثنتين ثلاثة، بس هحط هالقد لانه بعدين هحط مع الكمون مع العلبة. هذا سبع بهارات، ما بكتر، انا ما كثير بحب طعم السبع بهارات بالكبه، ما حكتر بس نتي هيك. وهيدي خلطه الكبه، بنجيبها نحن من هون، خلطه كبه بتجيبوها من عند العطار، بس ما بعرف اذا عندكم. المهم هي خلطه كبه كمان، مخلوط الكمون وكل شيء. هون معلقتين، شوفوا حجم المعلقه قد ايه، شوفوا حجم المعلقه قد ايه، قد ايه ماشي. خلي كل شيء مفتوح، ملح، بسم الله الرحمن الرحيم، واحدة تنتين ثلاثة. هذا هلا مع الفرمة مع الخلطة، هذا خليهم هون. شو بدي اجيب شوية بحبكة. هلا حبلش افرم شوي مشان افرجيكم. هلا فرمت انا البصل والحبق الريحان، مع طبعا وجايبكم التابلات والبهارات اللي حطيتها. وهذا البرغل، انا حفرجيكم كيس البرغل، اي برغل بجيب اي نوع. برغل ناعم، ما اكيد ما عندكم منه برغل ناعم كتير ومنه اسمر كتير حنطي. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. هيك كيلو لحمه، هلا كيلو لحمه، كيلو لحمه حطيت له شي كيلو وشوي برغل، ما بحط كيلو بكيلو بتطلع كتير معجنه. بسم الله الرحمن الرحيم، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وهي سبعه بحبوحه من شيلكم. وهون عندي شويه جوزه الطيب، شوفوا قد ايه بحط، ما بكتر، بس بحب احط على لحمه الكبه شويه جوزة الطيب. بسم الله بحطهم بمعلقه او ليك، خليني اشوفه احسن. بسم الله عارفين، خليني افتحها هيك احسن. بسم الله. هلا ملح، بحط للطبله ملح، بس برجع بحط شويه ملح. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله
هذا بطي منكتر سمنه يعني هذه المعلقه يعني ما حطيت نص صايبين بس هلا بزيدهم شويه زيت زيت زيتون ان شاء الله. هلا بزيد هيك بحط اللحمه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فنجان صغير. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك قد ايه حطيت؟ يعني ما ايفن ما نصه حتى. شفتوا؟ بسم الله. هون بدهم حط لهم كيلو لحمة. نحن بنجيبها من عند اللحام لحمة كمان هبرة. فيكم انتم تخلطوا طيبة والله هي اللحمة يعني مخلوطة شوي. بسم الله الرحمن الرحيم. في ناس بيقلوا البصل قبل اللحمة بس انا بحب اقلي اللحمة قبل البصل. نحن جايبينها من عند اللحم. هاي اللحمة راح لون الأحمر منها. هلأ ححط بسم الله الرحمن الرحيم معلقة ونص ملح لأني نحنا بس نخرط البصل مشان ما يمرمر برش عليه رشة ملح. وهيدي معلقة سبع بهارات بحط للتبليل. هلأ بحط لها كمان شوية قرفة بهار. هيك هالبيبي ما قلت لها هالمعلقة ما كتير بكتر لأنه اللحمة والبصل. هذا حجم البصلة لما بكون تعملوا كيلو ونص لحمة مقلية بتحطوا شي 6-7 من هذا الحجم 7-8 حسب انتم شو بتحبوا. للفرن للكبة مع الريحان مع الحبق بتحطوا 4 مهدار. هلا انا ما بعرف انتم قد ايه بدكم تعملوا اذا تعلمتوها قد ايه بدكم تعملوا بعدين بهار وملح وسبع بهارات وكمون انتم حسب الرغبة حسب شو انتم بتحبوا ان شاء الله بتحطوا. هيدي اللحمة هلأ جهزت. هلأ أنا بطفي بدي انطرها لتبرد شوي لحتى لي ما فيني أعمل الكبة وحشية بهاي اللحمة بصير بتفرط معي الكبة بتعذبني. هلأ حشيل شوي بجاط مشان يبردوا. جهزت ما بكتر لأنه طيب كتير بس شوي دمت الأكل بالكبة صعبة. دبس رمان. بسم الله الرحمن الرحيم. واحدة ثلاثة كمان طلعوا أكثر من ثلاثة مع النزل الآن كمان حسب الرغبة حسب كيف بتحبوها. وفي بيعملوها بلد بسرمان. هلا أنا الفرد الثاني اللي بلا مكسرات هعمله بلد بسرمان. هلا لتبرد اللحم شوي الكبة بتكون طشت شوي إن شاء الله بس بلش أرص بالكبة هعمل صينية ممدودة كذابة هيدي بدون حشي طيب كتير كتير أنتوا إذا عملتوها بتحبوها كتير. بسم الله الرحمن الرحيم. حط نتفة زيت زيتون من تحت ما كتير بكتر لأني حأرجع حطلها من فوق. بدهنون
بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين ما شاء الله كباكي صارت. نحن بالعاضية بنرققها، بس هيدي أنا ماني حرققها كتير. هلأ بعدين بعمل صينية تانية صغيرة برققها، ما في لازم صور لكم إياها إن شاء الله. بس ها هلأ لبين ما عملت القراص بشوي هيدي بالفرن. فيك تعطيني السكين البلاستيك؟ هلأ بعد ما خلصت مد هيك بكيس بكبسة، هو لازم يكون الكيس أكبر من هيك بس ما بقى يطلع بإيدي لأني ما بدي بحبش كتير، بدي درج إيدي مزفرين شوي من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. زيت الزيتون صراحة ما هحط لك كله زيت زيتون لأنه ما شاء الله الزيت اللي عندنا زيت كتير تقيل وقوي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنا بطلقه بقلم من عندي، هالقلم صار عنده 50 سنة. زيت هلأ إن شاء الله بس تستوي بإذن الله، إن شاء الله حطها بصحن فرجيكم إياها قديه تكون حلوة. هيدي أول دعبولي، ما أنا مشكلتي ما بعرف أشتغل أنا وقاعدة، يعني هأعمل هلأ على قد ما برتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. على فكرة اللحمة أنا حطيت لها شوية سمنة شوية زيت لأنها هبرة على الحل. لما بتكون تجيبوا اللحمة فيها دهنة ما تحطوا لا سمنة ولا زيت، بس حطوا ملح بهارات حط. بس أنا لما بكون دهنة أو شيء بدي أعمل بحب طعمة اللحمة المدهنة أنا والله كتير. ما بحط لها شيء أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. لأنه هلأ عندي أنا التبلة بردت والكبة ما شاء الله أخذت وقتها نفشت البرغل وزبطت. ما هو لبين ما عملت هيك أنا عملت صينية هيك الزيبة عشان حتى اللي نكلها هيك، وفيكم تاكلوا جنبها شوية لبن أو خيار بلبن بتجنن. خيار بلبن مع كارونة بلبن، لبن على جهتين. بسم الله. حطينا الزيت، كمان الزيت ما في لزوم لكم قديش، نظريه انه قرص الكبين غدا. بسم الله. انا سوري شلت الكفوف لانه ببسع ما تغط ايدي بالزيت ويحترقوا، يحترقوا صوابعي احسن ما يحترقوا الكفوف وتطلع طعمتهم بالزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.
وفاء الا بالله النعم. هلا بحطهم على هذا المحرمه، بحطهم المحرمه، برجع بس المحرمه بنص الزيت، برجع بشيلهم بصفهم بصحن لحالهم بدون محرمه. ما شاء الله هذا اللون اللي بدكم انتم تخلوه هسه بيضه اكثر، بدكم تخلوها حمراء اكثر، فيكم مثل ما بدكم انتم، بس نحن بنحبها هيك. ما حافرم خيارتين قدامهم بس لانه مشان نحن عندنا شوب نعمل ناكل جنب لبن او خيار بلبن. بالشتويه بالعاده بعمل جنبها انا شوربه عدس، بعمل شوربه عدس احمر، عدس بني، بعمل المهم بعمل جنبها شوربه. هلا عم بعمل ايمان عامله هاي الخيار بلبن، بس انا لبن ما نقلت الكبه، وجاتين كبه عم تنقلها، ورجيني الكبه عم تنقلها. طبعا شفتوا انتم ام العبد كيف مخلطه الخيار، انا بس دقيت ثوم فريش ما حطيت ثوم بهار، دقيت سن ثوم هون تحت. بسم الله الرحمن الرحيم. عنا نحن لبن إدريجي مشهور، عنا هذا عنا لبناني بس هذا كتير طيب ما شاء الله. لبن إدريجي ما بنجيب غير منه، ما بعرف إذا عندكم منه. هذا هو بلش حامل، بلش حامل. اللبن اللبناني طيب كتير بس فيه حموضة، بس هذا ما محامض. بسم الله الرحمن الرحيم. معلقة ملح، نعناع يابي، بس فركتها بشوية نعناع وبرجع بزينها بشوية نعناع. عملت كمية صغيرة أنا، بس أنا عملتها مشان تأكدوا إنه نحن هيدي بناكلها مع الكبة. خلص وهي هلا جهزت، خيار بلبن جهز، الكبة جهزت. ثواني هالكبة مقلية لك جهزت هالمنظر. نحن زيناها بشوية بطاطا مقلية نحب ناكل جنبها، وهي الكبة الصينية اللي عملتها، هيدي اللي سمكتها اللي رققتها مشويتها، هيدي أول وحدة عملت لكم إياها، شوية أسماك. ونحن ملعبد عامل خيار بلبن، بس أنا حبيت أحط خيار لورجيكم إنه نحن بناكل جنبها بالصيفية خيار بلبن، بالشتوية بناكل شوربة عدس، بالصيفية خيار بلبن أو لبن على الحال. وإن شاء الله نعجبكم، وعملوا لنا لايك وكومنت لأبو حمادة على قناة حمادة نصوح إن شاء الله. مقبول الهنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.